اثرت على ان احنا ما بنعملش مجهود بدني جيد. التمن بيكون طبعا وعادتنا غلط، يعني احنا زي ما انتم شفتوا البني ادم قاعد محني مقتب في الاخر. طيب ما هو التمن هيكون انه ظهرك هيوجعك. كمان ساعات التهور، يعني حتى في lack of physical activity اللي احنا شفناه اللي هو انعدام الحركه، فجاه تعمل حركه عايز تشيل حاجة، ما انت مش مؤهل يا باشا، انت قعدت على كرسي بقالك سنين ولا شلت ولا عارف. وبعدين في يوم فرح بنتك ولا يوم فرحك فكرت تشيل العروسة، تشيل عفش العريس، تجامل، تعمل، تسوي، اضطرتك الظروف تشيل استبن بتاع العربية. بعد الأيام من الجلسة الطويلة دي هتعمل فجأة الجهد ده، فجأة تدفع جسمك إلى الانتحار، بس بشكل حرفي في صورة تعرض لمشكلة تسبب الألم. الألم في الجسم شيء مزعج جدا، والعلم دلوقتي عمل برانش كبير جدا اسمه علاج الألم. النهاردة هيكون حوارنا في المنطقة دي، إزاي نتعامل مع الألم. للكل، للمون بي، لبكيزة هانم، لعبد الحفيظ، الأستاذ عبد الحفيظ، للست عنايات، للباشا، للعادي، حتى للبنا، الغفير، الرجل الطيب، البسيط، لكل الناس الألم شيء مش محتمل. النهاردة ضيفي العزيز واحد من قمم هذا المجال، واحد من الأسماء الرائعة اللي بتبدع في هذا المجال إبداعا خاصا جدا، بيسعدني جدا بآرائه العلمية الرائعة وطبعا شعبيته الجارفة التي تتميز بأداء علمي ومهني دقيق للغاية. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي والعمود الفقري ومشاكله، والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم القدير. أهلا بيك دكتور هشام. أهلا وسهلا. أهلا. الكل يعاني طبعا. المون بيه، بكيزة هانم، عبد الحفيظ أفندي، وعنايات مرض العصر. مشاكل العمود الفقري بقت كتير، صح كده؟ أكيد. الانزلاق الغضروفي إزاي بيحصل أساسا؟ العمود الفقري ده عبارة عن عظم متركب فوق بعضه، بينه غضاريف، غضاريف دي مادة طرية تتحمل الضغط الرأسي لكن ومرنة تتحرك. لكن لو عملنا زي ما حضرتك قلت في المقدمة الجميلة اللي في الأول دي، إن أنت لو شلت حاجة غلط يبتدي الغضروف الطري ده يتداس عليه، يتآكل، يتضغط، يدوس على الأعصاب فورا، وتلاقي العيان بقى يبتدي يشتكي من ألم في الغضروف وألم في العصب اللي نازل على رجله، ويسبقه كمان ألم في العضلات الضعيفة اللي الإنسان زي ما أنت قلت كده قاعد ما بيتحركش وفجأة عاوز يعمل حركة. أو شباب بيلعب جيم والمدرب يقول له شيل ويشجعه ويشيل غلط، كل ده يسبب طبعا آلام الغضروف وآلام المفاصل بتاعة الظهر وعرق النسا، كلها مرتبطة ببعضها وكلها عمود فقري واحد. ايه الأعراض بتاعة النسا؟ العيان بيجي يشتكي من ألم في أسفل الظهر، الألم ده يسمع في مناطق، تلاقي بيسمع زي ما باين في الصورة في الظهر من فوق في المقعدة. الستات تيجي تقول أنا وسطي مخلوع، أنا الجزء اللي فوق غير اللي تحت، في خدي من قدام، من قدام حتى، يعني أنا بنتكلم على الظهر، لا ده الوجع بيجي من الفخدة من قدام، ومكان المبايض عند الستات تانية الرجل تقول لك أنا مبايضي بتوجعني، لا هو برضو ظهر. وبتنزل كل ده ألام للظهر، وبتنزل بقى كمان للسمانة، للقدم، لأصابع القدم، لو ابتدينا نخش بقى في عرق النسا وضغط أشد على الأعصاب، فهي مراحل. وهو الشكوى والألم يجي حرقان، تنميل، شكشكة، حاجة بتشك، يعني الصورة التانية دي بوري لك الألم نازل، ده عرق النسا للمناطق اللي لونها أحمر دي، يعني يقول لك أيوة هو الألم بينزل لي من فوق لتحت، هو نازل من ظهره، هو كابل كهرباء، العصب ده كابل كهرباء، دوست عليه هينعين على طول، هيتألم في ساعتها، زي ما الواحد بينام على كابل الكهرباء اللي في ايده يصحى ايديه منمله، هو نفس الفكره. فدي الاعراض. الاعراض ديت يعني بتتزايد كريشندو مانر. طبعا حسب بقى، وتزيد مع السن. انت الخشونه موجوده والسن بيسبب خشونه، لكن ممكن تظهر في سن صغير. وشفنا غضاريف في سن 14 سنه و15 سنه، وفي ناس 70 سنه رياضي زي الفل ما عندوش حاجه خالص. يعني الرياضة عامل مهم برضه، بيشيل جزء كبير. الرياضة والوزن. الوزن ده. الوزن حاجة والرياضة حاجة تانية،
والحياة المكتبية، الحياة اللي قاعد على مكتب ولا قاعد، والعكس والحياة الشاقة اللي بيشيل أكتر ويشيل غلا برضه، هي يحصل. لازم نبقى متوازنين في كله. أنا قلت الباشا والغفير الاثنين بيعانوا. هروح لحتة تانية، العيان هيجي لك بيشتكي، في فحوصات هتطلب؟ طبعا، يعني هي أول حاجة في فحص كلينيكي في العيادة، بتشوف أماكن الألم وسببها إيه، لأنه ممكن زي ما أنا قلت لحضرتك ممكن يبقى ظهر وجهه يبقى حزام ناري وهو بيفكر إن هو ظهر، ممكن يبقى عضلات سبازم في العضلات، ممكن يبقى غضروف، ممكن يبقى مفاصل الظهر، كل ده بيتفحص في العياده. وبعدين نبتدي نطلب فحوصات، الفحوصات دي اشعه عاديه مهمه جدا، بتبين الفقرات فوق بعضها ولا لا، في انزلاق غضروفي، تزحزح في الفقرات، الفقرات دي ممكن ما تبقاش فوق بعضها. بعدين بنعمل رنين، رنين جزء مهم، رسم عصب، كل دي حاجات تبين المشكله فين. ما دام عرفنا المشكله فين يبقى نبتدي نفكر بقى في الحلول اللي ممكن العيان يجربها ويخش يعني يستعملها وتبقى ليها فايده في الاخر. لكن في ناس كتير قوي هو مش عارف المشكله والدكتور يبتدي ايه يجرب معاه بدون ما نحدد المشكله، وده غلط. لازم الاول اعرف المشكله وبعدين ابتدي اتعامل معاها زي اي حاجه. فرضت كلمه التدخلات المحدوده دورها في التعامل مع مشكلات الغضروف، صح كده؟ ده في الطب كله. يعني دلوقتي احنا زمان نعمل المراره بمفتوحه وجرح يبقى طوله كبير وبتاع، بعدين ابتدت الدنيا تتحسن، طب ما نعمله بالمنظار، طب ما نخش نعمل الاوبن هارت القلب المفتوح، تلاقي فتحه 10 سم في القفص الصدري والعين يقعد شهور. المعاناه بعد العمليه تتناسب مع فتحه الجلد قد ايه. كل ما انت قللت التدخل والجلد، لانه الجلد هو اكتر حاجه، والقطع في العضلات دي اكتر حاجه بالعيان بيعاني منها بعدها. نفس الكلام في الغضاريف، نعمل عمليه تقليديه خالص وبعدين يبتدي يشيل عظم اكتر. ابتدوا حتى الجراحه يقول لك لا انا هعمل فينستريشن خرم، بدل ما اعمل فتحه 10 سم اعملوها 3، طب ما نعمل خرم نشيل، طب ما نعمل بالمنظار، في كمان احدث، طب ما نعمل بالتدخل المحدود، انا ممكن ادخل ابره احل بيها المشكله. يبقى ايه لازمه ان انا افتح فتحه كبيره، والابره دي ميزتها ايه بقى؟ ان انا ما قطعتش العضلة وشكت ابره بالنسبه للعين، هي طبعا مش ابره، هو سلاح رفيع جدا يوصل للغضروف ويعالج، لاما بيعمل تردد حراري وده علاج، ولاما يعمل تبخير في الغضروف ونشيل قلب الغضروف وده برضو علاج. يعني كلها حاجات حديثه. الركبه كان يعمل عمليه مفتوحه، لا دلوقتي نعملها بالمنظار، كله بهذا النمط. يعني انت تقدر تعمل عمليه كامله بدون ما تفتح الجلد، طب اعملها ليه وانا فاتح الجلد؟ يبقى بالعقل. يعني الصوره اللي احنا شايفينها دلوقتي دي ده جهاز التبخير ده، وده سلاح التبخير بيخش في الجلد بدون فتحه، يعني هو شكت ابره في النهايه، والعين بيشعر بمخدر موضعي ونوصل للمشكله. في جهاز تاني بيصور المريض والابره بتخش لحد الغضروف زي كده ما حضرتك شايف، اقدر اوصل للغضروف اللي فيه مشكله واتعامل معاه بدون فتحه اصلا. فبالتالي الخروج من العمليه تقعد ساعه، العين بعديها بنص ساعه بالظبط يروح البيت. تاني يوم ممكن يروح شغل، تاني يوم ممكن يسافر. يعني بيجي لي ناس من السعوديه من الامارات يجي يعمل عمليه يرجع يقول لي ما طيرت بالليل، اقول له سافر، لان هو بالنسبه له حركته بقت عاديه. يعني ادي الابره انا ماسكها داخله في العيان عادي، داخله في قلب الغضروف حضرتك شايفها، تحت جهاز الاشعه عشان اشوف انا فين. ما مش بلايند يعني. لازم ابقى شايف، وكلها حاجات سيمبل وحاجات بسيطه وبتحل. في حالات طبعا ما تنفعلهاش الحاجات دي، يعني ده لازم بقى ترجع للمتخصص يقيم والتشخيص مظبوط، وهل كل الحالات تنفع؟ لا، في حالات تنفع، وفي حالات في اجهزه ثانيه مش بس التبخير، في تردد حراري، ده في عيان يبقى عنده مشاكل صحيه، يعني عنده فشل في القلب، عنده سكر وخايف من العمليه، وفي عيان ما عندوش حاجه بس خايف مش عاوز افتح ظهري وعمليه. والعمليات مش وحشه ولا حلوه، هي مش كده، هي كل حاجه تتعمل صح وتتعمل في المكان المظبوط، تبقى اللي يناسبه حسب ان انا محتاج ايه بالظبط. لكن الوجه العام الناس بتخاف من الجراحه، وده حقيقي. اي حد فينا حتى لو دكتور اي حاجه يقول لك لا انا، طب انا اعمل ليه جراحه؟ ما انا ممكن اعملها بدون جراحه. فده تقدم، هو العلم كده، هو العلم بيفيدنا، والتكنولوجيا زي ما حضرتك قلت هي مضره، ان خلتنا نبقى نستعمل عربيه، لكن في نفس الوقت هي افدتنا من ناحيه ثانيه،
ما هو في اخر جهاز تردد حراري والتبخير تكنولوجيا. لا انا بتكلم على التكنولوجيا بتاعت الليزي، تكنولوجيا الكسل. ايوه تكنولوجيا التلفزيون والقعده لكن لا لما اتكلم على ده بالنسبه للتبخير، التردد الحراري بيعمل نفس دور التبخير ولا يختلف؟ لا هو الفكره واحده، هو اجهزه احنا بنستخدمها او في اجهزه تانية، لكن التردد الحراري ده سلاح رفيع جدا، ابره التردد بتوصل لاماكن الالم، بتشتغل غالبا على الاعصاب وممكن نشغلها على الغضاريف. دي ليها وظيفه تكنيكال قوي، والتانية ليها وظيفه تانية. يعني هنا بين الصورة بتاعت العصب هو نازل، ده بيغذي مفاصل معينة في ظهر المريض، يقول لك أنا دي أدخل الإبرة توصل لحد العصب بدون ما هي بتعالج العصب. واحد يقول لي طب ده عبارة عن مسكن؟ لا، في حاجات مش مسكن، في حاجات علاج، وعلاج يستمر. طب السؤال المشهور جدا ده حضرتك بيقعد شهرين ويرجع؟ لا، احنا بنقعد بالتدخلات دي أنا ممكن نقعد بيها سنوات طول ما العيان بيحافظ على نفسه وما يشيلش حاجات تقيله، حتى بعد الجراحه المفتوحه بيتقال للعيان ما تشيلش حاجه تقيله، ما تزقش حاجه تقيله. بس الفارق بقى ان في التدخلات المحدوده زي التردد الحراري والتبخير، نص ساعه العيان بيروح في شعاعات في مستشفى، وما فيش بنج كلي، ده بنج موضعي، ويروح شغله يومين ثلاثه، عاوز اجازه اسبوع يروح، عاوز يسافر يروح، ما فيش قعد في البيت، ما فيش حزام ظهر ولا حزام رقبه ولا رقبه يلبسها ويفضل لابسها شهور. ادفانس تقدم يعني الجراحه بيقعد، الجراحه ده العيان قاعد بقى يقعد له في المستشفى يوم ولا يومين، ويروح يقعد في البيت اسبوعين ولا ثلاثه ولا ساعات شهر، ويدوا له نصائح ما تتحركش وراحه تامه شهور شهر واثنين وثلاثه. لكن دايما بقول له روح، انا بالعكس اقول بشجعه على الحركه، اقول له روح شغلك بعد ثلاث اربع ايام، اتحرك طبيعي ثاني يوم. لازم تتحرك، لازم تروح وتخش الحمام وتقوم وتيجي، لان توفرت له المشكله الاساسيه اللي هي فتح الجلد وقطع في العضلات. حليت المشكله بتدخل بسيط بدون اي حاجه. والغلطه المشهوره يقول لك لا ده حاجات دي مسكنات. لا، مفيش مسكن بيقعد مع العيان 3 4 سنين، ده مش مسكن، ده بقى علاج. مفيش عمليه، يعني انا دخلت شلت قلب الغضروف مسكن ازاي؟ يعني مش فاهمه. لا، ده انت بتشيل وبتعالج وتوصل للمشكله وتحلها، والعين بيستفيد سنوات سنوات. بعد 10 سنين عجز ظهر غضروف تاني، دي موضوع جديد زي ما ممكن تحصل في اي بروسيدر، في الجراحه يعني. في الجراحه ده ممكن في الجراحه تحصل نفس الكلام، شلت الغضروف يظهر جنبه واحد تاني، الغضروف نفسه يرجع تاني اللي اتشال. ده وارد في الجراحه ووارد في التردد، لان احنا كائن حي بينمو. مش معنى ان انا شلت تتجدد مشكلته، يعني كائن حي بيعيش كل يوم بمشاكل جديده وحياه جديده وهكذا. تنورتنا النهارده، الله يخليك. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام العزازي، ابدع كعادته في شرح واحده من اخطر واشهر مشكلات وجع الظهر. مين في مصر ظهره ما بيوجعوش؟ نورتنا دكتور هشام بيه، خليكم دايما معنا سهر.